ودلوقتي اعتقد كمان معانا فاروق صلاح يا جماعه. معانا طيب كويس، معانا فاروق صلاح من الامارات للحديث طبعا عن معسكر فرقتنا، استعدادات كمان لمباراه بكره امام اخدود السعودي. نتعرف على كل دوت من خلال طبعا زميلنا ومراسلنا فاروق صلاح. فاروق مساء الفل عليك. برحب بيك كابتننا الكبير كابتن هاني رمزي، برحب بك كابتن هاني، وبرحب بكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا على يعني معسكرنا هناك، الامور ماشيه ازاي، استعدادات لمباراه بكره ازاي، الجو العام واستعدادات، وخاصه وجود لعيبه كثيره من قطاع الناشئين من ولادنا في القطاع متواجدين في هذا المعسكر. يعني يا كابتن هاني تقدر تقول النهارده كان اليوم الثالث للنادي الاهلي هنا في الامارات، وبالتحديد اماره عجمان ادى الفريق تدريبه الثالث. يعني كان التدريب الاول على ملعب الحمريه، واحد من الملاعب اللي لقى استحسان مستر كولر. يعني اول يومين السبت والاحد الماضيين النادي الاهلي كان بيخوض تدريباته على ملعب نادي شرطه عجمان، ملعب صغير، ابعاد الملعب صغيره تقدر تقول قريبه شويه من ملعب استاد السلام، لكن مستر كولر فضل يعني تغيير الملعب، محتاج ملعب اوسع، عايز يطبق بعض اساليب اللعب، وعايز اللعيبه الناشئين اللي يعني خليني اكد لك ثقته فيهم، ثقته في العناصر اللي تم اختيارها. اعتقد يعني حضرتك واحد من كباتننا وقريب جدا من هذه الامور، عارف عندنا قطاع الناشئين والعين الجهاز الفني محطوطه على بعض العناصر المهمه، ففضل ان هو يغير ملعب التدريب وخلاص تم الاستقرار على هذا الملعب. ان النادي الاهلي هيكمل كل تدريباته خلال فتره المعسكر على ملعب الحمريه، ملعب بيتميز بالمساحه تقدر تقول مناسبه لمستر كولر لفكره والاسلوب للعبه، ارض الملعب بريئه ايضا يعني حاجه نموذج بصراحه، كل التفاصيل اللي محتاجها الفريق في هذا الملعب اعتقد موجوده بالنسبه لمستر كولر. تدريب النهارده زي ما حضرتك اتكلمت برضو يا كابتن هاني على تواجد الكابتن محمود الخطيب اللي حضر اليوم الى مقر اقامه فريق النادي الاهلي، اجتمع بالفعل مع الكابتن خالد بيبو، اجتمع مع مستر كولر. مستر الكابتن الخطيب خلال على مدار الايام الماضيه طبعا لتواجده هنا وتكريم النادي الاهلي كافضل نادي في الشرق الاوسط طبقا لجائزه واختيارات جلوب سكر، كان متواجد يعني بعد انتهاء التكريم وحضور هذا الحفل حضر لمقر اقامه الفريق. على مدار الايام الماضيه كان الكابتن خطيب دائم الاتصال بالكابتن خالد بيبو بيطمن على كل ظروف البعثه، النهارده حضر الكابتن خطيب اجتمع معاهم، اجتمع مع اللاعبين في يعني قبل انطلاق التدريب، ادى كلام مهم جدا ورسائل مهمه جدا للعيبه الناشئين، قال لهم الفرصه ما بتجيش بالساهل، كل لاعب فيكم لازم يستغل الفرصه، وحضرتك طبعا يا كابتن هاني عارف ان في نادي بحجم وقيمه النادي الاهلي الفرصة تجيلك صعبة جدا، خاصة ان انت عندك لعيبة مهمة جدا موجودة مع المنتخبات الوطنية، كل لاعب فيهم يعني بنقول بلغة الكرة كل لاعب فيهم فرقة لوحده، لكن يعني فرصة امام اللعيبة الناشئين. كابتن الخطيب اشاد طبعا بالروح اللي لامسها واللي شايفها سواء من اللعيبه الكبار وكباتن النادي الاهلي، وحضرتك طبعا يا كابتن هاني عارف قيمه اوضه اللبس في النادي الاهلي، دور الكابتن رامي ربيعه، عمرو السوليه، اكرم توفيق، افشه طاهر، محمد طاهر، ودورهم مع اللعيبه الناشئين اللي اعتقد خلاص مش عايزين نقول اللعيبه الناشئين، لان خلاص اي لعيب فيهم مستر كولر النهارده بيتكلم معاه انا وقت محتاجك هتكون موجود في الملعب، لازم تستغل كل دقيقه. الكابتن الخطيب قال لهم لازم تستغل كل دقيقه وانت موجود في المعسكر، كل تفاصيل تركز مع المدير الفني، اعتقد كلام مهم جدا. طبعا زي ما حضرتك قلت يا كابتن هاني ان غدا ان شاء الله هتكون اولى المباريات الوديه لفريق النادي الاهلي امام فريق الاخدود السعودي. حضرتك عارف ان مستر كولر واحد من المدربين اللي دايما بيفرض النظام المباريات الرسميه هو على المباريات الوديه، يوم اكنك انت رايح تلعب مباراه بكره في دوري ابطال افريقيا او في الدوري خلاص ليها طقوس، نفس التفاصيل، بيركز على كل الامور، موصل للعيبه ان انا مش رايح العب ماتش ودي، لا انا عايز كل لعيب يثبت نفسه. يوم بعد انتهاء التدريب اليوم اللعيبه تناولت وجبه العشاء، مستر كولر كلامه كله مع اللاعبين، خلاص تفاصيل اليوم غدا باذن الله، الغد باذن الله استعدادا لهذه المباراه، كلامه مع اللاعبين ده كانك مباراه رسميه، خلاص تركيز تام من مستر كولر، تركيز كامل من كل اللاعبين خلاص لهذه المباراه. طبعا المباراه كابتن هاني هتكون في تمام الساعه الخامسه
بتوقيت الامارات، الثالثه بتوقيت القاهره. بعض التفاصيل بقى التنظيميه الخاصه بهذه المباراه، خليني اقول لك ان هيتم فتح ابواب الاستاد، او المباراه خلاص مفتوح الابواب الاستاد لكل الجماهير، هيتم فتح ابواب الاستاد، استاد اتحاد كلباء اللي هيستضيف احداث اللقاء، هيتم فتح ابواب الاستاد في تمام الساعه 3 عصرا قبل موعد المباراه بساعتين، 3 عصرا بتوقيت الامارات، 1 ظهرا بتوقيت القاهرة. تم تحديد أسعار تذاكر المباراة، يعني الدرجة الأولى يكون 70 درهم، الدرجة الثانية تكون 50 درهم. خلينا أقول لك توافد كبير من جماهير النادي الأهلي المقيمين هنا في الإمارات العربية، في ناس جاية من أبوظبي، جايين من دبي، من الفجيرة، جايين من الشرق، الجميع خلاص يعني إن شاء الله يوم يكون كده في حب النادي الأهلي، الجماهير إن شاء الله تكون موجودة على يعني على موعدها مع النادي الأهلي. نقطة مهمة تانية يا كابتن هاني، واعتقد ان حضرتك يعني توافقني في هذا الامر، توقيت المعسكر كان مهم جدا للاعب زي وسام ابو علي، يعني وسام ابو علي واحد من اللعيبة اللي ظروف تعاقد النادي الاهلي مع وسام ابو علي قدرت ان يكون في فترة معسكر بتكون بهذا يعني في التوقيت ده وفي الظروف دي، تقدر انها تخلي وسام ابو علي ينسجم مع لعيبة النادي الاهلي، يقرب اكتر من لاعبي النادي الاهلي، ساعدته في امور كتير جدا في هذا التوقيت وتوقيت المعسكر. تشوف وسام ابو علي خلاص بدا ينسجم مع اللاعبين، طبعا دور كبير جدا لرام ربيعه وعمرو السوليه وطاهر محمد طاهر مع وسام وانتوني مودست، فبالتالي توقيت المعسكر ويعني ايضا يعني الامور اللي قايم بيها الشركه المنظمه لمعسكر النادي الاهلي، سواء شركه 6 ياردز المنظمه للمعسكر او شركه لارز للتطوير العمراني الراعي الرئيسي للنادي الاهلي، موفرين مكان مناسب جدا، ملاعب التدريب، كل الامور التنظيميه الخاصه بهذه هذا المعسكر، يعني لقت استحسان الجهاز الفني، اللاعبين، الكابتن الخطيب، فاعتقد انها تكون بدايه لتعاون في اطر تعاون في الفتره القادمه باذن الله. ان شاء الله فاروق، وزي ما انت بتقول معسكر، اعتقد معسكر ان شاء الله ناجح بكل المقاييس، اهدافه واضحه، ومن ضمن يمكن اهم اهدافه زي ما انت قلت دخول اللعيبه الجديده زي وسام ابو علي، كمان فرصه ذهبيه لاولادنا في قطاع الناشئين ان يتشافوا بشكل كويس متواجدين مع الفريق الاول، كل واحد يظهر امكانياته، لان زي ما بقول لك ان شاء الله باذن الله الفتره اللي جايه كمان هيكون باذن الله قطاع الناشئين في النادي الاهلي هيكون هو الداعم الاول للفريق الاول. طمنا على المصابين، هل في اصابات؟ هل كل الفرقه جاهزه؟ التاهيل بعض اللاعبين، طمنا على الجزئيه دي يا فاروق. نقطة في غاية الأهمية يا كابتن هاني، عايز أطمنك على واحد من اللعيبة اللي بعتبره واحد من أهم مكاسب هذا المعسكر بعد عودته من الإصابة، وهو اللاعب كريستو. كريستو على مدار الثلاث أيام بيظهر بشكل مميز جدا، جلسة مستر كولر مع كريستو فرق كتير جدا، يعني كريستو واحد من اللعيبة اللي كان غاب عن النادي الأهلي خلال الفترة الماضية لظروف الإصابة، شايف كريستو بيظهر بشكل مختلف تماما. طاهر محمد طاهر واحد من أهم وأميز اللاعبين في معسكر للنادي الاهلي، الى طبعا وجود عمرو السوليه اللي اعتقد عودته، يعني النادي الاهلي افتقد قيمه عمرو السوليه في خط وسط النادي الاهلي في الفتره الماضيه، عودته طبعا بعد الاصابه ورجع شارك في بعض الاجزاء من المباريات فتره المعسكر كمان، ادت يعني تقدر تقول امور كتير جدا بالنسبه لعمرو السوليه. اكرم توفيق وكريم فؤاد، محمد مجدي قفشه، كافه اللاعبين اللي بنقول عليهم اللي هم القوام الاساسي ليه مستر كولر. في نفس هذا الاطار ان يعني حاولنا نطمن برضو من دكتور احمد جاب الله على اللعيبه المصابين، الحمد لله احنا المعسكر بدون اصابات الحمد لله يعني من كافه اللاعبين، لكن بنطمن من خلال دكتور احمد جاب الله رئيس الجهاز الطبي على اللعيبه المصابه المتواجده في القاهره، و يعني التعامل او التعاون والمتابعه الدقيقه من دكتور جاب الله لكافه اللاعبين. خلينا احسم لك بعض الامور يا كابتن هاني برضو من خلال حضرتك، ان يعني باكد لك خلاص يعني رضا سليم، سواء رضا سليم، احمد عبد القادر، محمود متولي، احمد نبيل، كوكا، بالامس طبعا الدكتور جاب الله كان بيطمن عليهم، بيشوف الاشعه اللي تم اجراءها للاعبين والفحوصات، خلاص تقدر تقول ان احمد نبيل كوكا خلاص يعني فك الجبيره اللي كان بيرتديها خلال الفتره الماضيه يعني بعد اصابته مع المنتخب المصري،
خليني احسم لك امور مهمه جدا، ان كافه اللعيبه المصابه هتكون جاهزه للمشاركه رسميا مع النادي الاهلي، من سواء من الناحيه الفنيه او من الناحيه الطبيه، خلال مباراه ان شاء الله اللي هتكون بدايه مشوار النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا، مباراه شباب بلوزداد، مع عوده الفريق ان شاء الله من معسكر النادي الاهلي في هنا في الامارات، العوده الى القاهره. تقدر تقول ان اللاعبين تبدا تاخد اجزاء من المران الجماعي لفريق النادي الاهلي، وتقدر تقول ان شاء الله ان يعني بعوده هؤلاء المصابين النادي الاهلي يكون خالي من الاصابات. عوده رضا سليم هتكون اضافه قويه جدا لفريق النادي الاهلي، عوده محمود متولي، عبد القادر، احمد نبيل، كوكا، تدي مرونه اكتر لمستر كولر طبعا، ويكون كل العناصر الموجوده اللي معاه. عايز اكد برضو من خلال حضرتك، وانا بستغل هذا الامر لقرب حضرتك من الاحداث خاصه في اللعيبه الناشئين، مستر كولر خلاص بيضع عينه على مجموعه من اللعيبه المميزه في قطاع الناشئين في المراكز اللي النادي الاهلي من ممكن يحتاج منها تدعيم. وزي ما حضرتك قلت ان القطاع الناشئين في النادي الاهلي هيكون هو الرافد الاساسي، ويكون هو يعني المنبع الاساسي لفريق النادي الاهلي. الشغل اللي يعني اللي شغال عليه مجلس اداره النادي الاهلي هيكون هو نتاجه ان شاء الله خلال الفتره القادمه باذن الله. كابتن فاروق صلاح، بنشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والفيدباك الرائع اللي بعثتنا وبعثة النادي الاهلي في الامارات. كل